بس كل شيء منها من لبنان شيء صامت. شايفه طالع على زي ما هنا. صامت شيء. عادي كل طالع. منتصف الليل قامت قوات الاحتلال بالحضور لمنزلنا وقامت بتجميع سكان العمارة مكونين من 6 إخوة ومع عائلاتهم وقامت بتجميعهم في بيت والدتنا المكون من بيت شيء واحد وغرفة مكون من غرفة واحدة وحمام. قامت بتجميع ما يقارب 80 ل 100 شخص في قلب البيت وحشرتنا ومنعت علينا الدخول والخروج وتفاجأنا بهذا المنظر اللي احنا بنشوفه.